وجه الرئيس الأمريكي ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى كوريا الشمالية، مؤكدا أن هذه الدكتاتورية المنحرفة لا يمكنها أن تبتز العالم. ووعد ترامب بممارسة ضغوط كبيرة عليها، مضيفا أن نظيره الصيني تشين جين بينغ وعده بأن يمارس ضغوطا اقتصادية على بيونغ يانغ بسبب ما تشكله كوريا الشمالية من خطر كبير على الصين.